أعلنت وزارة الصحة أن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا في إطار الحملة الوطنية للتطعيم قد بلغ حتى مساء أمس الثلاثاء 310,644 شخصا، فيما وصل عدد من تلقوا الجرعة الثانية 203,915 شخصا. والله الإجراءات الحمد لله، يعني من دخلنا مستشفى الملك حمد ليه ما خذينا التطعيم الأمور كانت كلش سهلة، ما تعدت الربع ساعة زين، وخذينا الحمد لله الجرعة الأولى زين، والحمد لله يعني كل شيء تمام. ليش واحد يتخوف من التطعيم؟ التطعيم يعني وفرت لك الدولة كل شيء، وثاني شيء إذا ما أخذت التطعيم صار عبء على الدولة، إذا مرض صارت عدوى زين تكلفتها أكثر. يعني الفترة اللي طافت عدد كبير من المواطنين أخذوا التطعيم، ما شفنا أن أحد صار له أي شيء، وما في أي داعي لأي خوف وأي قلق، توكلوا على الله، والله يعطيكم الصحة والعافية.